وعليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وكيف ديما عواشركم مبروكه، ورمضان مبارك كريم ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والرزق والهنا. كما كتشوفوا البنات هنايا، يعني من بعد الشباكيه، من بعد الفيديو نتاع الشباكيه اللي درنا ديال الماكينه، هنايا غادي نديرو داك الشباكيه اولا داك المعسلات نتاع لسان الطير، اللي كتكون هي سهله ما فيهاش بزاف المقادير، وفي نفس الوقت كتجي لذيذه وزوينه. كما كتشوفوا هنايا درت نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الماء الزهر هنا في الوسط، هنا معلقه كبيره ديال الزبده كما كتشوفوا، وهنا معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا معلقه كبيره ونص ديال سنيده، وشويه ديال الملح من طبيعه الحال اللي درت صافي. وغادي نجمعها بالمدافي البنات، يعني المدافي غادي نجمعها به، وان شاء الله نتلاقى معكم. ما بغيتش نطول عليكم، نتا كيجيكم الفيديو قصير. المهم عجينه عاديه، غنحاولوا ندمجوا ديك الزبده مع الزيت مع ما زهر، ونخلطوا داكشي مكونات مع بعضياتهم، ونكمل بالما نجمعها. العجينه تكون طريه شويه بحال ديال المسمن بحال هكاك صافي، وندوزوا باش نطيبوها ان شاء الله. يلا خليكم معايا البنات، ما تمشيو فين. ها نتوما بنات كما كتشوفوا، يعني ما خاصهاش تكون طريه بزاف، يعني هي ما ديرولهاش الماء من بعد ما تجمع صافي، غير تجمع لكم، ما تبقاوش تضيفوا الماء البنات نهائيا صافي، غدلكوها غير كيف ما هي. ها نتوما كما كتشوفوا، يعني العجينه راه طريه صافي. غادي نقطعها دابا كويرات، هاد نقطة كحل اللي كيبانوا لكم راه ديال القرفه صافي. غادي نقول لكم ضيفوا فيها حتى النافع نتوما، ولا جنجله مطحون ومغربل، المهم انا ما ضفتوش، عطيتكم مقادير بسيطه باش كلشي يمكن له يديرها صافي. غير القرفه اللي ضفت فيها سكر وداك معلقه الزبده صافي، وعجنتها مزيان كما كتشوفوا، دلكتها شويه صافي وخليتها. دابا غادي ندوز باش نقطعها كويرات ونقرصوها ان شاء الله، نطيبوها بحال شكل التريد، يعني بحال اللي كنطيبوا التريد هكاك غنطيبوها، غير هي غنطيبوها يعني وحده وحده. ومن بعد منين نطيب، يعني غير كتصهاد ماشي كطيب البنات، كنحيدوها كنلويوها في البلاصه، وكنلصقوا ليها جنب داك الماء والدقيق. المهم انتم خليكم معايا نكورها ونرجع معاكم. المهم البنات انتم كما كتشوفوا، يعني درتهم كويرات لي شويه صغار، المهم انتم ديروا على حسب المقله اللي عندكم. انا عندي مقله صغيره درت هاد الكويرات هادو صغار صافي، غندوس باش نقرصهم ان شاء الله ونبداو نطيبوا فيهم. فهاد الاثناء انا درت المقله قلبتها ودرتها لحقاش صغيره، درتها باش كتسخن باش هكايا نطيب فوق منها، راه غير يصهادو البنات، ما تخليوهمش يطيبوا، غير يصهادو وحيدوهم صافي. البنات كنضيف دابا شويه الزيت هنا على سطح العمل كما كتشوفوا، وغادي نبدا بالكويرات ديالي، كنطلقهم بحال هكايا صافي، وحتى نرققهم بزاف البنات. كتستعنوا غير يديكم غير شويه كدهنوها بالزيت، يعني ماشي كتقرصوا بها، غير يديكم كدهنوها شويه بالزيت باش هكا مكتبقاش كتطلق لكم بسهوله بحال هكايا. وغنبقى غدا معاها حتى تولي رقيقه، عاد نديرها فوق يعني فوق المقله ديالي تصهاد. خليكم معايا البنات صافي، بحال هكايا البنات كما كتشوفوا، يعني كتولي تبان لكم شنو كاين في المقله من التحت، وغير كما تشوفوها هكا تهادت شويه صافي، تهزوها وتقلبوها. انا دابا راه نصور لكم بيد وخدامه بيد، في البلاصه كتقلبوها ما كتخليوهاش تطيب بزاف، وهنا كما كتشوفوا ها هي، يعني من بعد ما كطيب كنروليها، يعني كتروليوها بشكل خفيف، ما كتديروهاش مزيره، ما كتروليوهاش مزيره، وهنا كنلصقها بالماء والدقيق كما كتشوفوا، يعني على شكل بومات صافي، وكنبقى نصفهم هكا ونغطيهم بمويكه. ها نتوما البنات شفتوا بحال هكايا، بحال هكايا صافي، غنمشي تنرولي. المهم نتوما تروليوها مقادة، انا دابا غير حيتاش كنصور ليكم بحال هكا، كيبقى ليكم هاد الشويه هنا صافي. وكنجيبو شويه ديال الدقيق هكا بحال على شكل بوماد، يعني غير الطحين كنخلطوه مع الماء كيعطينا هاد صافي، وكنضغطو هكا، كنبقاو نحطو وحده فوق من وحده
ونغطوهم بلاستيكه صافي. غنستمر على هذا الشكل البنات حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله باش نقطعوهم وندوزو نقليوهم. ها انتما البنات من بعد ما كملت داك الكيمياء كامله اللي عندي صافي البنات غادي ندوزو ان شاء الله باش نقطعوها. كما كتشوفوا راه ملصقه يعني كنلصقوها بالدقيق والماء ديك بحال بوماد صافي. غنخليها دابا ترتاح شي شويه ونرتاحوا حتى حنايا شويه وندوزو ان شاء الله باش نقطعوها. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. دابا البنات ها انتما كما كتشوفوا بدينا تنقطعوا فيهم. ها انتما تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي كيجيو خاويين من الداخل مجعبين هكا ملي كيتقلاو كيزيدوا يتحلوا اكثر. المهم ها انتما تشوفوا كي كنديروا كنقطعوهم بشكل مائل يعني كنبداو تقطيعه مايله وكنمشيو كنقطعوا عليها كيجيو على هذا الشكل هذا ومن كيتحلوا كيجيو بحال هكا. المهم ها انتما البنات حنا غنقطعوا يعني تنساليو الكميه كامله وان شاء الله نتلاقاو باش نقليوهم. يعني القلاعه عادي تتقليوهم وتعاودوا دوزوهم في العسل وترشوا عليهم زنجلان الا بغيتوا. ما بغيتوش كيبقى داكشي اختيار ديالكم نتوما. وتبارك الله البنات كتعطيك كميه كبيره يعني القياس اللي يكون اللي درت انا يكون يعني تقريبا ديك 800 غرام ديال الدقيق. المهم تقدروا ديروا قل نتوما ولكن تبارك الله راه عطاتنا بزاف بزاف هنايا. المهم انتما خليكم معنا تنساليو تقطع ان شاء الله وندوزو باش نقليوها. يلا انتما بنات ها حنا سالينا صافي التقطع ديال الكميه كامله اللي عندنا. ها انتما تشوفوا انا نوريكم يعني راه حنا بدينا ها انتما البنات راه بدينا تنقليو فيها. المهم الاحسن تكون الزيت كثيره شويه باش هكا ما كتلصقش لكم وما كتحرقش يعني من واحد الجهه واحد الجهه كتبقى بيضه. يعني من الاحسن تكون مغطوسه في الزيت وهي راه كتنفخ. ها انتما البنات شوفوا يعني داك الطويات اللي فيها من الداخل كيتجعبوا كيتحلوا. ها انتما البنات شوفوا كتجي غزاله الصراحه البنات ومقرمشه. انا رشيت عليها شويه هنا من بعد ما عسلتها رشيت عليها شويه ديال الزنجلان. ها انتما باقا سخونه ان شاء الله نساليو ونوريكم الشكل النهائي ديالها في طبق التقديم ان شاء الله.